نعم طبعا هذه المباريات كمباريات خروج المغلوب يجب أن يتعامل بها الفريق اللي ناوي مثلا يوصل إلى مراحل متقدمة، والفريق اللي يمتلك خبرة كبيرة في هكذا محافل دولية يعرف شلون يتصرف في هذه المباراة. لاحظنا الفريق الهولندي في بداية المباراة كان صبور إلى أبعد الحدود، وترك الفريق الأمريكي يلعب بحرية، ولكن اعتماد الفريق الهولندي على الهجمات المرتدة وخاصة الأطراف اللي هم رقم 22 ديمفريس وإيلن، طبعا هؤلاء اللاعبين هم مفاتيح الفريق الهولندي بصورة بامتياز. اللاعبان الاثنان هم من صنع الفارق بالنسبة للفريق الهولندي. الطرف اليمين صنع هدفين وسجل هدف، نعم. الطرف اليسار سجل هدف وصنع هدف لنفس اللاعبين، نعم. يعني كلاهما صنع وسجل. محسن قبل ما يعني قبل ما يتداخل وياك محلل الاستوديو كابتن النعيم، شنو وجهة نظرك على أداء الحارسين أبو علي؟ الحارس طبعا الأمريكي لم يكن يعني سبب في خسارة الفريق الأمريكي، ولكن الجانب الدفاعي كان سيء من ناحية المراقبة الفردية وترك مساحات للزيادة العددية بالنسبة للفريق الهولندي، عدم المراقبة من لاعبي الوسط والزيادة العددية والدخول إلى مناطق الجزاء والتسجيل. أما الحارس الهولندي يعني ممكن أو كرة ردها، ولما تحدث فرص خطره على الحارس الهولندي. يعني الحارس الهولندي، يعني تشخيصك الحارس الامريكي لم يكن سببا في هزيمه امريكا، ولكن الحارس الهولندي لم يكن سببا في انتصار هولندا لانه ما انضغط هواي، ولكن هو من الحراس الجيدين، وخاصه كان مثل ما نقول الحارس، مرات احنا ننظر للحارس مو اللي يطلع كرات، ولكن كان شخصيته بالملعب واضحة، حضوره جيد، استعداد الذهني كان موجود داخل المباراة، فلذلك كان رقم صعب او احد عناصر الفوز بالنسبة للفريق الهولندي.